وتعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حفل الختام ومن خلال مكالمتنا مع الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. يا دكتور صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك مشرفنا. صباح الخير يا أستاذ كريم، وصباح الخير يا أستاذ نعواند، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين على قناة الأهلي، وكمان بنهني القيادة السياسية وبنهني كل الشعب المصري وبنهنيكم كمان على نجاح مصر في تنظيم مونديال العالم لكرة اليد رقم 27، واللي الأول مرة بحضور 31 منتخب بالإضافة لمصر الدولة المنظمة، وهي كمان الدولة الوحيدة اللي نظمت هذا المونديال، وإن شاء الله المونديال القادم هيبقى على دولتين. الحمد لله. طبعا بس كنا واثقين يا دكتور، والله كنا واثقين في ده بجد. انا بس عايز اربط ما بين اللقاء اللي جمعنا سوا في الاول ودلوقتي. احنا كنا موجودين مع بعض قبل البطوله ما تنطلق، مظبوط، والان احنا موجودين النهارده، وهيكون مباراه الختام في الصاله المغطاه باستاد القاهره، اكبر واوسع صاله في الشرق الاوسط وافريقيا، واللي هتشهد حفل الختام زي ما شاهدت حفل الافتتاح. اكيد اكيد اللي زي ما قلنا احنا علمنا على العالم، ده ما كانش من فراغ، لا ده كان في شغل، والكلمه بمعناها الايجابي لها معنى كبير جدا، ان في جهود كبيره بذلتها الدوله من اجل انجاح هذه البطوله، جهود كبيره بذلت من اللجنه المنظمه، من كل فرد موجود داخل هذه اللجنه، عشان نقدر نقول مصر بالفعل اصبحت قبله الاتحادات الرياضيه، مصر بالفعل تستحق انها تكون واحده من افضل دول العالم جذبا للاحداث والفعاليات العالميه. حضرتك شفت انعكاسات هذا الامر من خلال الصحافه العالميه، من خلال تجاذب اطراف الحديث مع المسؤولين عن الوفود المشاركه او المنتخبات المشاركه، يعني لمست حضرتك بنفسك الانعكاس الطيب الايجابي لهذه الامور عالميا؟ خلينا نشوف السفارات قالت ايه، نشوف حتى في مباراه الدنمارك امام المنتخب المصري القوي واللي شرفنا كلنا وشرف كل العرب وافريقيا بادائه اللي كان اكثر من رائع، واللي كان الاقرب للفوز على بطل العالم، شوف قالوا ايه، يعني جميع الدولة الدنمارك بتتفرج علينا، وده نزل على موقع الاتحاد الدولي الخاص بيهم، واشادوا تنظيم مصر لهذه البطوله، وكمان اشادوا باداء منتخب مصر. نشوف الصحف الفرنسيه قالت ايه، لوكيب الفرنسيه قالت ايه عننا، نشوف الارجنتين منزله فيديو كامل عن زياره منتخبها للاهرامات، وبيشكرونا برضو على حسن التنظيم. كل الوفود الاجنبيه اشادت بينا. خلينا نقول نشكر كمان وزاره اللي كانت بتنظم رحلات بالتعاون مع اللجنه المنظمه لكافه الوفود بزياره منطقه الاهرامات، وكمان نقول ان احنا مش بس قدرنا ان احنا نعرفهم مصر قد ايه جميله، مصر قد ايه بالفعل هي من اعظم حضارات العالم اللي موجوده، لا ده احنا كمان اثنوا على ثقافه الشعب المصري، ودي الحاجه اللي كمان قدرت القياده السياسيه ان هي تغير فكر الناس، يعني ايه رياضه؟ يعني ايه ممارسه رياضيه؟ يعني ايه منافسه رياضيه؟ يعني ايه الرياضه؟ اصبحت بالفعل هي احد اهم مقومات الدوله الشامله، وهي احد اهم الصناعات الداعمه للاقتصاد الوطني. مهم جدا اللي حصل، مش مجرد بطوله احنا نظمناها، لا اللي حصل ده اعجاز وانجاز يضاف للدوله المصريه. الزميله نهواندا قالت من شويه ملحوظه، يعني برضو عايزين نعرف حضرتك الى اي درجه تتفق معاها في الملحوظه دي، فكره ان النجاح الكبير لمصر في تنظيم مونديال كره اليد وانعكاساته الايجابيه الطيبه على العالم كله، زي ما هي رساله للعالم على ان مصر قادره تحت اي ظرف مهما كانت قوه الجائحه او الظروف المعاكسه ان هي تنظم يعني فعاليات دوليه كبيره بهذا الحجم، هي رساله للعالم من ناحيه، لكن من ناحيه ثانيه قد تكون كمان رساله مباشره جدا لكثير من الناس او للبعض من المصريين اللي ممكن يكونوا متشككين في قدرتنا على تنظيم حدث كبير للدرجه دي. امبارح او اول امبارح تحديدا كان في لقاء مهم جدا على هامش مباراه قبل النهائي اللي كان طرفها السويد. كان لقاء مهم جدا للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكان موجود احد اعضاء الوفود الخاصه بدوله السويد، وكمان عدد من الجهاز الفني، وكان في وجود كمان الدكتور حسن مصطفى. عايزين يطلعوا على التجربه المصريه علشان يشوفوا احنا عملنا ايه، وكمان يتم نقلها هناك. جميل. اظن دي كانت رساله قويه جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، يعني احنا او انا هقولها اهوت، مصر
انتصرت على كورونا. صحيح. صحيح، انا عاجبني المصطلح ده. صح صح، مليون في الميه. يعني يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني بجد والله مشاعر سعاده. يعني طبعا احنا كنا نتمنى ان احنا اللي نفوز، مصر هي اللي تحصل على اللقب، ولكن برضو احنا كده كده فايزين سواء قبل او فتره المونديال او حتى بعد تبعات ده. فانا يعني اكيد من الناس ومن ملايين المصريين اللي سعداء جدا، وزي ما حضرتك قلت هو مش مجهود وزاره واحده، هو مجهود متكامل بجد، اكتر من وزاره كانت بتشارك، وحضرتك يمكن قلت ده قبل كده. خليني اوجه شكر لوزاره الصحه، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره النقله، انا مش عايز انسى اي وزاره. 18 وزاره يا دكتور، 18 عشان ما نزعلش وزارات مننا. كل الوزارات وكل كل الوزارات اللي اشتركت معانا، كل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس اللجنه العليا لهذه البطوله، اللي بالفعل يعني كان بيتابع بشكل مستمر من خلال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وهو مقرر اللجنه العليا باستمرار يوميا. صحيح. انا عايز اقول لحضرتك ونقول للساده المشاهدين ان الدكتور اشرف صبحي يمكن ضرب رقم قياسي في حضور عدد المباريات. الدكتور اشرف صبحي ما فوتش مباراه الا حضرها، سواء لمنتخب مصر او للمنتخبات الاخرى، ده تاكيدا على اهتمامه الكبير بنجاح هذه البطوله ووجوده وسط الحدث، عشان ما يكونش فيه هناك اي معوقات او اي شيء ممكن يعوق اقامه هذه البطوله او التنظيم. لا، ورسائل حلوه كمان للمنتخب، يعني في اهتمام كبير، وسياده الوزير حريص ان هو دايما يبقى متواجد، دي اكيد حاجه رساله جميله وكبيره طبعا للفريق المنتخب يعني بتاعنا المصري. فعلى كل حال برضو لو هنرجع نقول برضو شكرا لوزاره اكيد الشباب والرياضه، عملت برضو مجهود اكتر من رائع، يعني خلينا برضو ندي كل حد حقه يا دكتور محمد. كل الشكر. مهم جدا. وكمان اخيرا بقى سياده الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن كان في ثلاث مشاهد. المشهد الاول هو حفل الافتتاح، وكانت رساله قويه من سيادته لكل العالم، من مصر وسط ظروف استثنائيه وجائحه ربما اثرت على العالم اجمع. الرساله الثانيه لما منتخب مصر تعادل مع منتخب سلوفينيا وكان الاقرب للفوز، اشاد بادائهم واثنى عليهم ودعم كل الرياضيين في مختلف الالعاب مش بس منتخب كره اليد. ولما خسرنا سياده الرئيس طلع بتويته مهمه جدا برضه دعم ولادنا وابطال مصر، وكل دي رسائل بتؤكد مدى اهتمام سياده الرئيس بالرياضه وبمنتخبات مصر كلها مش بس منتخب مصر لكره اليد. جميل جدا، احنا سعداء جدا بما تم تحقيقه، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه، ومليون مبروك لحضرتك.